ورحمه الله وبركاته، معكم بهيدور. واليوم مختارنا عن لعبه ديابلو امورتز اللي نزلت حق الموبايل وحق البي سي. ولكن في البدايه اعتذر عن الانقطاع اللي صار، ولكن تدرون دوامات وفتره امتحانات وشويه كمدرس، فالضغط يكون زايد علينا. فوق هذا كنت لاهي بلعبه اسمها وورد اوف ووركرافت، لكن هذه اللعبه شوي مصيبه وادمانها مو طبيعي. فلكن اليوم فتحت لعبه ديابلو امورتز كنا نجربها، سوينا انا لاعب مونك، نقول بسم الله جرب. طبعا مبدئيا سالفة انك انت تقعد تتحكم بالشكل وتعدل الشكل والشعر واللون عجبتني. هذا يعني كأول اختلاف بينها وبين لعبة ديابلو 3. انا من عشاق لعبة ديابلو 3 للأمان، فان شاء الله اللعبة هذه ما تكون سيلعبونها موبايل، ولكن متفائل فيها خير على ما تنزل ديابلو 4. الحلو فيها ان انت سواء كنت تليفون ولا بي سي، حلو يعني حتى لو برا البيت راح تقعد تلعب. حلوين. لا اوكي، اول شيء ما في زوم اوت زوم ان، اللاعب هذا الكاميرا من هنا. اوكي مقرب عن لعبة ديابلو 3. ديابلو 3 كنت اقدر اروح بعيد. اوكي لما عليك، حلو حلو افكتاد، شيء طيب اللي قاعد نشوفه. حلو الخطوات هذه راح تورينا طبعا. الله نايس للحين. حلو يقول لي اعطاني حركه. يا سلام يا جماعه، هذا متكين حق موبايل. طبعا حلو فيها طبعا لعبه كوب، يعني تقعد تلعب ويا ربعك تصوم مع بعض. طبعا لو كانت هي نفس لعبه ديابلو 3 فبالبدايه راح يكون في قصه. الله بالبدايه راح يكون طبعا في قصه، بعد تقدر تدش نفس الادفانشر مود كذي ويا ربعك، حتى القصه تقدرون توصلونها مع بعض. الله الله والله الامانه، شوف عاجبني الوضع. طيب حلو حلوين نايس دمج شغل عدل مضبوط. طبعا اللعبه فيها اذا هي يعني المعروف عن ديابلو اهم شيء لعبه سدادات تيتسات ونضبط الامور، وكل ما هذا دمجك يعلى ويعلى، ولكن هذه بالبدايه. والله وحتى ترى هي كقصه يعني حاسس ان قصتها حلوه، يعني حق الناس اللي تحب سالفه الستوري في اللعبه نفسها. نشوف. ايه حبيبي، انا بس ودي اشوف اهل الموبايل شلون يلعبون. انا طبعا مستحيل راح العبها على التليفون، لان انا ما احب العب اي لعبه تليفون. على قولتهم عيني ما تعطيني، احب دائما العب على شاشه. الله نزل، الله نفس الاصوات. حلو، اعطانا شيء بالانفنتوري. اوكي الجير طبعا راح يزيدك هني دمج سكوره شغل عدل. اكويب طبعا كنفس ما انتم شايفين في تشيست وهيد وعلى قولتهم ليج، الجير كامل طبعا مبين هني هم بعد فيها خواتم وحزم، هذا جيرك كله. ممتاز حلوين. شنو اعطانا هني بعد؟ سكيل. اوكي هذيل هم السكيلات ملوتي. اعطانا الله شايكلون سترايك حلوه، خلينا نحطها هني. طبعا المعروف دائما ديابلو انت عندك اربع حركات، واحنا نفس ما شايفين الحين عندنا هني اربع حركات غير الحركه الاساسيه اللي هي هذه، بس هذه الحركه راح تنفتح المكان هذا ليفل 8. وهذيله كل الحركات، شوفوا ليفل 50 راح نقدر نبطل حركات، والحركات هذه راح تتبطل مع التلفيل واحنا نمشي. ممتاز للحين الامور طيبه. نروح حتى هذه سالفه الخطوات هذه هم حلوه، تعطيك وين التارجت مال الكوست اللي انت تبي. طبعا تستمعون احنا على الصوت لانه مريض، لكن كلنا دام الناس كلها بلشت قاعد تجرب اللعبه هذه ما نبي نكون احنا متاخرين. الحين ممتاز. طبعا هي اللعبه كذي يكون طبعا كطور القصه، هي ترى في اطوار ثانيه غير القصه، يعني انا دائما القصه هي تكون على قولتهم البارت العادي اللي يعلمك على اللعبه، ولكن ما هو بارت اللعبه الاساسي. اللعبة دائما كلها تبلش بعد القصة وعقب ما توصل اعلى ليفل. طبعا اعلى ليفل راح يكون باللعبة 60. عطانا سلاح، خلنا نلبس على طول دش انفنتوري. ممتاز. اوه
ولكن شوف الجرافيك عندي على الكمبيوتر مع اني انا حاطه فيري هاي بكل شيء، لكن مو كل شيء احسه هاي ريزولوشن. ممكن لانها موبايل، ممكن لا هم للحين مو خالصين من اللعبه، واللي قاعد تشوفه هذه بيتا. والله امتع هذه هم. شوف طاحت نقطع الجير. حلو تشست البس ويلي عليك نلحق. طبعا فوق هم في خريطه فوق لو تلاحظونها، هم قاعد يعطيك الدرب يعني ما تضيع، ما تاخذ الكوست وما تدري وين تروح. الامور طيبه، خريطه فوق تبين لك والخطوات اللي على الارض تبين لك. طبعا في لاعبين وايد، في مونك، في ديمن هانتر، في رين، في ويزرد، في ناس من الجراب نفس الباربيريان، في نيكرومانسر. حق الناس اللي لاعبين طبعا ديابلو 3 وقبل راح يعني راح يعرفون، راح عارفين هذيل شو. طبعا انا العاده كلها طبعا ما بين الديمن هانتر والمونك. كيو يعطينا اتش بي. حلو هذا طبعا مبين تشيست. ايوه كالعاده تشيست يطيح من الاغراض. اعطانا سلاح ثاني. اوه عندي ار اللي اعتقد التي هي، بس خنخشها لا نستعملها الا. والله يا جماعه وناسه، والله يعني احنا ديابلو 3 وايد طوله وهي موجوده، فاحنا كنا محتاجين حق لعبه هي كذي شيء قريب يكون. حلو شوف طول ما ان في سهم اخضر معناته ان شنو هذا السلاح اقوى، اقوى بالدمج، اقوى بالسكور. وهذا هم اللق شغل عدل، هذيلا خلاص يعتبرون اضعف من اللي احنا لابسينه. حلو في كل اوكي. طبعا هني هذا طبعا هذه المشن والبروجرس اللي انت فيه للحين. تعال يا حبيبي تعال تعال ما راح ارفع ويلي. انطق الت سويتش تعال. ما يضر. اوكي هذا كاتسين ستوري مجبورين انه. الله عليك الله عليك. والله نايس والله. شوف الجيم بلاي جبار، الجيم بلاي عجبني حيل، عجبني حيل وسموث طبعا طبعا لا تنسون ترى في شات، في بارتيات نقدر ندش تخلص المهمه. فهم شيء تكلم على اساس ان المهمه تنتهي. فتح لنا بورتل والله ياب. يلا دشينا. حلو سيرفيسز هذا اظن ايه بلاك سميث. طبعا بلاك سميث لا ندري تقدر عندهم تسوي ابجريد او سالفج. سالفج اللي هي انت تكسر القطع اللي ما تبيهم على اساس تحولهم ماتيريال. طبعا الماتيريال هذا راح يكون فيه منه فوايد ليه قدام. هذيلا يعتبرون انه اكثر اقوى من اللي عندنا حاطك سام اخضر، فمن الغلط انك انت تكسرهم حاليا. فنطلع خلنا والله شوف جرافيكس المباني والدنيا كلها قوي، ولكن اللاعب نفسه جرافيكس احسه شويه. شوف الارض ما ادري اويلي شنو هذا سكار. نايس نلبس بس هذا اقوى، هذا اقوى. يلا مشينا. طبعا في حركات ليه قدام، هذا الحين يعتبر على قولتهم البارت اللي انت استوعب فيه اللعبه. حلو يطقون الويسترن جيت. حاضرين بالخدمه. وينه؟ طبعا شوف نطق ام. هذه هم ترى الماب بين بين ان شاء الله ما بعود. الله انا عجبتني سالفه الخطوات هذه، يعني يعطيك اياها بالزاويه الصح. هلا بالحلوين.
شنو لمهم. اي اعطانا 2000 اكس بي. طبعا هذا بار الاكس بي تحت الشيء المربعات هذه، كل ما يتفول تلفل، كل ما تلفل تنفتح لك شغلات لين ان شاء الله نوصل الليفل الاعلى شيء اعتقد اللي هو 60. والله العظيم اذا اللعب جبار عجبني. وطبعا هذا يعتبرون سهالات قدامك يعتبرون اصعب حق الناس اللي تحب تلعب من قريب، في لاعبين قريب، اللي من بعيد في لاعبين قريب. هنشوف البس حزامنا يضبطوننا، نبي دمج. الله لازم اوكي خلاص ممكن شي راح اقعد اعدل سلاحي انا، خلنا تي لما نحس ان بندس على شيء قوي نبدل. تعال مطهم اويلي ما طيح شيء. شنو هذيلا؟ اي هذه بينفجر، احنا ايش نسوي؟ هلا بينفجر وين طيح قطعة كبير. وهذا كيست اوه رايحين نلبس، هي طاحت لنا كم شغله رايحين نلبس. نايس لحد الحين شغل 100 100. او شنو هذا؟ تعال ما عندي يمه الحميني. تعال اوه عطانا حركه حلو، خلينا نحطها مكان فور. اي صرنا ليفل 8. طق سكيل اكو حطها بهالمكان. طبعا سويتش سلوت اذا بتبدل مكانها يعني بتحطهم ترتيب معين. وين عطها؟ واه واه شوف كتاب بعد فيشن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام فيشن. ما قربنا. لورد سكان شكله بوس. شكله بوس. على ما تخلص سوالف هذه. تعالوا والله حلو. اي تعالوا هذه حق اوه حق ما شفناها عاد. سلام عليك. طبعا اللعب كله ترى يعني انت طاقتك اساسيه رايت كليك وتمشي بالماوس الكيبورد تقدر تخليه بس حق كيبايدات وحركاتك الثانيه، ولكن المشي والموفمنت راح يكون طبعا كله بالماكس خاصة الناس اللي لاعب ديابلو تدري. ولكن مو الماوس المؤذي يعني سلس خلاص انت على كلك اللي قاعد تتحرك. انا صراحة مو حاسس اني انا قاعد استعمل الماوس بالحركة، يمكن لان انا لاعب ديابلو 3 فمتعود. شوف البوس كابتن عمري اول شيء ناخذ هذيل الاكس بيات. لا خلينا نشوف، ابي اشوف الحركة. ما اوه اللي لنا ألف والله. ايه هار تعال اوه اوه هذه نفس الادوكن هلو حبيبي ها اجر الفحل ادوك ادوك بس هذا لازم يكون من بعيد. نروح بعيد سويتشي. ايه ليفل 10 يا سلام. كله ليفل 10 تعال والله نايس.
للأمانة نايس. حلو الفايت، حلو حلو، مو بارد وفي اكشن. الله يهنيهم، مبين عليها راح تكون لعبه جباره. انا احب هالسوالف، كاب عقل لنا هذه على قولتهم اخر شيء ونخلص الكوست لاين الاول. هي اللي هي البدايه، علق علمتك على قولتهم اللعبه وشنو طريقتها. اقزوني اقعد بربر وايد. My apprentice Lethys, through foul means. هذا نكرومانسر المفروض شيء. Much like I, you cannot have. ايه خلص يبا. ايه. حلو. سلم الكويست. شنو؟ اه اوكي صح، ناخذ هذا اللي قاعد يقول. This is. العين نقدر نقول. اللعبة إن شاء الله راح تبلش. حلوة. نايس والله. واللعبة ترى فري. ربع التليفون ربع البي سي ترى اللعبة فري. من خسران إنك تطقع داونلود وتجرب، وإذا عندك شباب وياك ربعك يبون يلعبون يساعدونك راح تكون أحلى وأحلى. اللعبة هذه ترى هي حلوة باللعب الجماعي، وإذا ما عندك أحد أوريدي داخل ترى في باركيات. وراح تدشون وتلعبون، يعني ديابلو هي نظامها كذي. شوف العالم هذا. If a shard falls into hell's clutches, our world will burn. هذه أول كوست خلصناها 100%. تاب توبن زون. شنو المكان؟ أوكي حلو. إذا طقنا هذا راح نشوف العالم كله. آه الله، أوه الله، عود هنشوف هنشوف هني الحكي كله. لا ضايع المدينة الأخيرة هذه ليه 60؟ أعتقد إن الليفل الأخير راح يكون 60. لحظة، وهذه طبعا كل مدينة إحنا فيها راح يقول لك ان هذه ترى ليفل الاخضر معناته انت سيفر. من 1 ل 12 هني اموره طيبه، من 8 ل 22 هني كوستاتك راح تكون سهله عليك، اما هني راح يقول لك من 20 ل 29. وطبعا قاعد يحط لي احمر لان انا الحين تحت الليفل هذا، فيقول لي ترى هذا المكان راح يكون عليك صعب، الاداه قويه وكذي وهكذا. لاحظوا هذه من 40 ل 45. والله للامانه حلو. ويل دانيرو يعني على قولتهم هذا التيتوريال او اول كويس كذي اللي بيعلمك على اللعبه. اللعبه شوف الناس، شوف الناس مولعه مولعه بديابلو يا الربع. فريس الت هذا تنتري وذ اذر بلاير. حلو ان الت هذا راح اقدر انا اكلم اللاعبين الثانيين في بارتيات. والله تعبانين للامانه، تعبانين. في ريوردات هني حلو يا اخي. اكسويات الوين كوست اللي بعده وبعده وبعده يا جماعه. في نهايه المقطع يعني كل اللي بنقوله ترى تجربتنا حق اللعبه مبدئيا جباره، اللعبه قويه وحلوه. واحط راح احط لكم المقطع انا كامل، ماني مقصص، على اساس انه تشوفون على قولتهم الاساس اللعبه شلون. عجبتك اللعبه نزلها، قلت لك داونلود ببلاش فري، اي احد يقدر يلعبها، حتى ربع التليفون تقدرون تلعبون اللعبه. اللعبه حلوه، فيها طور جماعه، قاعد تشوفون الناس هني موجودين، تقدر تسوي سمن، تقدر تسوي اللي تبي. لاحظوا هني كاشوف بارتي فايندر، هذا هني بارتي تقدر تسوي ابلاي، تقدر تسوي عزون اذر دينجنز لي قدام. لاحظوا هذا حاطين هني على قولتهم اول، تقدر انت تسوي، انت تسوي بارتي وتقول ان هذا حق اول ولا اذر ولا دينجن، وتسوي لك كرييت وربعك يقدرون يدشون عليك. نفس ما تلاحظين هذا انا هني بروحي اقدر ادخل معي ثلاث، فاحنا اربع نقدر نكون موجودين بالجروب. هذا على قولتهم بداية، على قولتهم كذي فيديو سريع حق اللعبة. راح نلعب ونكمل ونشوف شنو فيها من العاب. اذا عجبك الفيديو لا تنسونا بالدعم، لايك ومتل شير. نشوفكم مقطع جاي، مع السلامة.